تحول شفا بدران بالأردن إلى ساحة حرب بسبب مشاجرة بالأعيرة النارية، وإليكم تفاصيل الخبر. اهتزت شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان في صباح ظهر اليوم على وقع مشاجرة بين مجموعة أشخاص استعملت فيها سلاح ناري، ما تسبب في مقتل شخص يبلغ من العمر حوالي 23 عاما وإصابة 4 أشخاص آخرون. وحدثت المشاجرة بالتحديد في منطقة المروش شرق المركز الصحي بشفا بدران شمال العاصمة عمان. وقال مصدر أمني أن بلاغا ورد صباح اليوم بوجود مشاجرة في منطقة شفا بدران، ونتج عنها وفاة شخص 20 إثر إصابته بعيار ناري، بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص وتم إسعافهم إلى المستشفى. وأكد المصدر أن المجموعات الأمنية المختصة حضرت إلى الموقع حيث باشرت التحقيقات لكشف كافة ملابساتها وأسبابها لتقديمهم إلى العدالة. رحم الله الفقيد ورزق ذوي جميل الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة في التعليقات.